انطلق الشوط الثاني عشر، وأيضا مع الزميل أحمد العمري. هكذا مشاهدينا الأعزاء نتواصل وياكم من أرضية هذا الميدان، ميدان الهجنة العربية الأصيلة، وانطلاقة الشوط في هذه اللحظات الشوط الثاني عشر خاص بالنسبة للقعدان المهجنات الأصايل. أيضا انطلاقة ممتازة إلى الغاية كما تتابعون، هذه هي الشعارات تشارك في أرضية هذا الميدان، شعارات لها صولات وجولات ترى مباشرة مقدمة الشوط. والمركز الأول اللي هو متابعي ناصي، تعود ملكية الحميد بن عبد الله الشامسي في مقدمة الشوط ناصي. المركز الثاني اللي لاحق ناصي في هذه اللحظات، المركز الثاني اللي هو فرق محمد بن راشد بن سالم بن حضيرم الاجتبي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث، المركز الثالث والقدوم من شاهين سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، والمركز الثالث وفي المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع على القدوم متابعينا الاعزاء، المركز الرابع ايضا اللي هو سوغال للسيد جاسم بن مبارك الوهيبي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس، المركز الخامس والقدوم من قبل متابعينا اللي هو سالم بن سعيد الزرعي في المركز الخامس. خمس مراكز متابعي الاعزاء، اذا ناخذ المركز السادس، وفي المركز السادس مصيحان لاحمد بن سعيد بن منانه اللي اخذ المركز التاسع. لا زال على الصداره من البدايه وحتى هذه اللحظات متابعينا الكرام، الحذر 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 وحذر تحذر يا الحذر من الكيلومتر الاخير في هذه اللحظات، تحذر الحذر من ايضا هناك اللي هو صوع، صوع في المركز الثاني، ولكن الحذر لا زال على الصداره كما تلاحظون. الحذر متابعينا الكرام عبر قناه الواحه، الحذر لهادي بن سعيد بن ناصر المنصوري لا زال على الصداره. المركز الثاني، المركز الثاني متابعينا الاعزاء، صوع وصوع تعود ملكيته، يا سلام الله يصوع حميد بن احمد بن حارب المهيري الله، وبدت المنصه تقرب 500 متر، 500 متر عن خط النهاية، ولا زال الحذر، لا زال الحذر متحذر من جميع المشاركات. هادي بن سعيد بن ناصر المنصوري الله، المركز الثاني، المركز الثاني لأحمد، لأحمد بن حميد المهيري، المركز الثالث أيضا شعار بن منانة، شعار بن منانة قادم في هذه اللحظات، إشهاب لمحمد بن سعيد بن منانة الله يا سلام، ولا زال الحذر، الحذر 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 لا زال على الصدارة، لا زال متسيطر كل السيطرة. الحذر، الحذر للسيد هادي بن سعيد بن ناصر المنصوري. المركز الثاني صوع، صوع لحميد بن احمد بن حارب، يا سلام اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولكن الحذر تهانينا والناموس لمالك الحذر، الناموس لمالك الحذر هادي بن سعيد. المركز الثاني للسيد حميد بن حارب، وفي المركز الثالث للسيد سالم راشد بن سعيد بن منانة، وفي المركز الرابع والخامس متابعي الاعزاء نتركنا عند لجنة الخط نشوف في الإعادة والتوقيت الحذر اللي فاز بالمركز الأول بهذا الشوط كما شاهدتوا. الحذر التوقيت الزمني 7 دقائق 37 بالتمام، تهانينا لمالك الحذر اللي فاز بهذا الشوط هادي بن سعيد بن ناصر المنصوري. المركز الثاني 7 دقائق 37 4 اجزاء من الثانية اللي كان لحميد بن احمد بن حارب المهيري اللي هو صوع. المركز الثالث كان من نصيب ايضا شهاب لمحمد بن سعيد بن منانة 7 دقائق 37 و7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.